بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في مسند أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث 33 بعد 300. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له بها 1000 حسنة، يعني مليون، 1000 يعني مليون حسنة، ومحى عنه، لأن كلمة مليون دي مش عربية، فاهم؟ كلمة مليون مش عربية، لو مليون دي عربية كان النبي قال مليون، لكن هي مش كلمة مش عربية، فالنبي عربي، فقال 1000. لو قلت 1000 تبقى توكيد على الألف، تفضل 1000 برضه، 1000. كما تقول 1000 يعني معناه كررت 1000 مرة، يعني بقت ايه؟ مليون، فاهم؟ يعني التشكيل يغير المعنى. لو قلنا 1000 تفضل 1000، ولو قلت 1000 تفضل 1000، والزيادة كلها توكيد لأنها نفس الحركة، فاهم؟ لكن ما تقول 1000 يبقى ايه؟ خلتها مليون. شفت بقى؟ يعني تغيير الحركة ايه؟ تزود المعنى. كتب الله له بها 1000 حسنة، ومحى عنه بها 1000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. يا سلام! عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر كان يبقى يمشي في السوق يقول الذكر ده، هو مش عايز يشتري، ده هو رايح بس ايه؟ يقول الذكر ويرجع عشان ياخد ايه؟ ليه؟ لان السوق محل انهماك في امور الدنيا، كله عايز يكسب وبيبيع ويعمل، وفي جدال وفي غش وفي طمع وفي شيطان، السوق مليان شياطين ونصابين وشغل كبير. فلما يروح هو بقى يذكر ربنا في الحته دي كلها يخذل الشيطان شويه، فهمت؟ فيبقى ده اسمه ذكر السوق. اول ما تمشي في السوق تقول الذكر ده سهل: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يبقى ايه؟ لو ناوي يشتري بقى يقول ايه؟ اللهم اني اسالك خير ما في هذا السوق وخير ما فيه، واعوذ بك من شره وشر ما فيه، اللهم اني اسالك ان اصيب صفقة، ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اصيب صفقة خاسرة او يمينا فاجرة. ادي دعاء السوق لو انت ناوي تشتري، يعني تقوم ايه لما تشتري ما تندمش. تشتري حاجة ما تندمش، لأنك أنت كتير بيخموك في السوق. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: فلان شهيد وفلان شهيد، قاعدين بيوزعوا الشهادة على كل ميت، والشهادة ده مقام في الآخرة، مش كل واحد يطلع عليه إلا للنبي اللي يوحى إليه بس، فاهم؟ زي الوقت كده كل واحد يموت يقول لك شهيد، حنة شهيد، واخد بالك؟ جرجس برضه شهيد، ولو قلنا مش شهيد إزاي؟ الوحدة الوطنية يا جماعة، ده علوم نبوية، دي علوم نبوية ما نستهترش بيها،
دي عايزة وحي، ده مقامات كل واحد، ده ممكن يبقى مسلم وبيقاتل ومع النبي ويموت ويبقى مش شهيد. وشفنا ناس كده في الغزوات، في أكتر من كده يعني، قرائن بيقاتل والقائد بتاعه النبي وبيقاتل مع النبي ويموت تحت رجلين النبي ويبقى مش شهيد برضه. الله، يبقى عايز بقى كل واحد يموت هالفوت كده في الشهادة تقول لي عليه شهيد؟ قول أحسبه شهيد وخلاص، ده ما لناش دعوة، تقول وحسيبه الله. لكن أنت إيه، ما إيه يعني، ما فيش داعي إنك أنت تجزم بشيء وأنت لا يوحى إليك. المهم قاعدين يقول لك فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا برجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها. طلع إن هو إيه يعني، خان في الغنيمة، خد غنيمة قبل ما تقسم وخدها كده وإيه وغلها، يعني احتفظ بها لنفسه. فالغلول هو الخيانة في الغنيمة. فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته يجر إلى النار في عباءة غلها. اخرج يا عمر فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فخرجت فناديت إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، يعني الصادقون مع الله. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا وأبي، فقال رسول سيدنا عمر بيقول إيه لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، يعني إيه، اسم فعل أمر بمعنى اسكت، مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، فإنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. لأن زي ما قلت لك أباؤهم كانوا كفار، هيحلف بأبوه الكافر، لأنه في تعظيم والحلف في تعظيم، والكافر إيه مهان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، بيهينه، كنت فاكر نفسك كريم في الدنيا، لا ده أنت مهان، وعشان كده يقول لك عذاب مهين. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد الخياط قال حدثنا عبد الله عن نافع أن عمر زاد في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة، يعني وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسطوانة كده من جهة الغرب، يزود شوي، زاد من في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة. وزاد عثمان وقال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصورة اللي هو فيها على فكرة قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني قبر الحبيب ده سموها المقصورة علشان مقصورة بالجدار، فكان مسجد النبي يعني لحد الاسطوانة بس، المقصورة ما كانتش، الفراغ اللي بين الاسطوانة دي وبين المقصورة ده ما كانش داخل المسجد، كان زي ممر، فاهم؟ فراح سيدنا عمر دخله في المسجد، يبقى ده الجهة شرقية، الجهة الشرقية. سيدنا عثمان اللي زود في الجهة الغربية بقى، اللي ناحية باب السلام كده، في اتجاه باب السلام. يبقى الشرقية جهة البقيع. يا الله يا كريم. وقال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبغي نزيد في مسجدنا ما زدت فيه، يعني كان النبي يريد زيادة المسجد لما زاد عدد المسلمين، إلا أن الله توفاه قبل أن يفعل. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهم أنه قال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده،
ثم قال: قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم إن رسول الله، يعني لما الإنسان يستعر عن نسبه وما يرضاش ينسب نفسه لآبائه، ده كفر، كفر الإيه؟ كفر أبوة وحق الأبوة، فهمت؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطري ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله. وربما قال معمر: كما أطرت النصارى ابن مريم. يبقى ده نهي عن المبالغة في الإطراء، بحيث أن يوصف الحبيب بوصف رب العالمين، وده لم يحدث في أمة الحبيب. فهم منه الوهابية ده نهي عن المدح مطلقا، فلا يحب أن يمدح النبي ويمدح الملك، يقول لك جلالة الملك، ولو قلت جلالة رسول الله يقول لك مشرك. يا سلام يا سلام، بئس بئس هذا الوهابي مع الحبيب. وكثير منهم أول ما يسمع مديح النبي وهو قاعد في المسجد ياخد حذاء ويخرج، يعتبر إن كده يعني إيه، يعني حيلوث سمعه. والحقيقة أن المسجد تلوث بوجوده فيه، المسجد إيه بينفي خبثه. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعمر: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف. فوضع رأسه ساعة، يعني عادي يفكر، ثم رفعه، قال له الكلام ده هو على فراش موته بعد ما طعن. فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إلا أستخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. ودي الحقيقة، استخلف الخلافة بتاعته، قال إيه؟ اجعلوها في واحد من ستة، تركها في ستة. سيدنا أبو بكر قال لعمر على طول ومات، فأداها لعمر على طول، والصحابة وافقوه وسكتوا، فقالت لسيدنا عمر بالاستخلاف. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر فذكر الحديث، فقلت لكما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قال كده لما سيدنا العباس وسيدنا علي راحوا يطلبوا ان هم يأخذوا ميراث النبي، علشان كده فقلت لكما، لمين؟ لسيدنا العباس ولسيدنا علي. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: لما مات أبو بكر بكي عليه، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي. سيدنا عمر كان فاهم الحديث على إطلاقه، لكن الواقع لما رجعوا ستنا عائشة ففهموا أنه يعذب إذا كانت عادته البكاء على الموتى بنياحة، أو أنه أوصى بذلك. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله، ويقصد هنا البكاء البكاء اللي مع النياحة مع رفع الصوت، لكن مطلق البكاء على الميت جائز، النبي بكى، لكن البكاء مع النياحة ورفع الصوت هو ده لمن يعرف. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفر من كفر، يعني ارتد من ارتد، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله، أي محمد، عنوان الشهادة يعني، مش الاكتفاء بها، فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا. وده من باب التأكيد والمبالغة، لأن العناق هو السخلة ابن المعزة، واللي لسه مولود ده ما يطلعش في الزكاة، يعني العناق ما بيتاخدش فيه زكاة. ليه؟ لأنه لسه بيرضع. ونهى النبي عن التفريق بين المجتمعين، الأم وولادها لسه بيرضعوا، ما ينفعش تاخد الأم وتسيب دول في الزكاة، فاهم؟ يبقى سيدنا أبو بكر قال: لو منعوني عناقا، من باب المبالغة، يعني لو منعوني أي حاجة قليلة، فهمت؟ لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال، فعرفت أنه الحق. احنا قلنا المرتدين كانوا نوعين، نوع ارتد بالكلية، وده سيدنا عمر ما اتكلمش في قتاله، ونوع تاني ارتد بأنه امتنع عن الزكاة فقط، لكن كان بيصلي ويقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد. هو النوع ده اللي سيدنا عمر بيناقش سيدنا أبو بكر فيه، قال له: هتقاتل دول إزاي وهم بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيصلوا. يبقى النوع التاني ده هو اللي كان بيتكلم عليه سيدنا عمر، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. إن تعود على الأنبياء مطلقا، يعني النبي وسائر الأنبياء لا تورث. وليه ربنا خلى الأنبياء لا تورث؟ حتى لا يظن أنهم جاءوا لجمع حطام الدنيا، وكمان مش كده وبس، وحتى لا يتمنى أحد ورثتهم موتهم تعجيلا بالإرث فيهلك، لأن تمني موت النبي كفر، فهمت بقى إزاي؟ فربنا عصم أبناء الأنبياء وورث الأنبياء من أنهم يتمنوا موت النبي حتى يتعجلوا، وعصم الأنبياء أن يظن بهم أنهم جاءوا لجمع حطام الدنيا، ولذا لا يورث، فهمت؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر فذكر الحديث وقال: إن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل. والإيجاف هي شدة حركة الخيل في الحرب، يعني كأنه ما حاربش من أجله. لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وما بقي جعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. والقراع اللي هي إيه؟ اللي هو التسليح يعني. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عاصم بن عمر رضي الله عنهما أن أبيه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أردت أن أسأل عمر فما رأيت موضعا فمكثت سنتين،
سيدنا عبد الله بن عباس عايز يسأل سيدنا عمر في مسألة، قعد سنتين بيتحين يسأله مش لاقيه فاضي، يبقى لازم لما تيجي تسأل الشيخ تتحين فراغه، مش تهجم عليه كده، فهمت؟ يا ريت الناس تاخد بالها، لكن المشايخ تعبوا. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ اردت ان اسال عمر فما رايت موضعا، يعني ايه؟ فارغا، يعني عنده فراغ كده اعرف اكلمه فيه، فمكثت سنتين. فلما كنا بمر الزهران استغل فتره سفر في موسم حج، فالسفر من المدينه لمكه بياخد اسبوع وبينزلوا استراحات كل شويه، فقال دي فرصه بقى، فرصه بقى اقعد جنبه اساله كويس في كافيتيريا كده، هم قاعدين في الكافيتيريا، استراحات كانت زي الكافيتيريا كده، زي كافيتيريا ام معبد اللي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. فالمهم فهم كانوا في، فلما كنا بمر الظهران وذهب ليقضي حاجته، فجاء وقد قضى حاجته، فذهبت اصب عليه من الماء، قلت يا امير المؤمنين من المراتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ده كان السؤال اللي عايز يسأله. قال عائشة وحفصة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلوا صدق النساء، يعني في المهور يعني، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق 12 أوقية، والأوقية 40 درهم، وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا مات فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة، فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة، والله أعلم من يقاتل في سبيلي بقى، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو مين؟ غندر. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أمله علي عن قتادة، إملاء يعني، أمله علي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، ثم قال إني رأيت رؤيا كأن ديكا نقرني نقرتين ولا أرى ذلك إلا لحضور أجلي. رؤيا الصالحين بتبقى حق، فهو شاف قبل ما يقتله أبو لؤلؤة المجوسي، شاف رؤيا ان في ديك، فديك معناه ايه؟ ديك رومي يعني مش عربي يعني، واخد بالك؟ وكان ابو لؤلؤه ده مجوسي ما كانش عربي، ها فارسي، فنقراني نقرتين ولا ارى يعني ولا اعتقد ذلك الا لحضور اجلي، يعني انا هموت ايه؟ مقتول يعني، وإن ناسا يأمرونني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع خلافته ودينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، اللي هو بقية العشرة المبشرين بالجنة اللي كانوا عايشين ساعتها، كان عايش منهم 6 لسه. فأيهم بايعتم له فاسمعوا له وأطيعوا، وقد عرفت أن رجالا سيطعنون في هذا الأمر، وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام،
وعارف ان في ناس كده من بني أمية طمعانين برضو وعينهم في الحكاية، وانا اصلا كنت بقتلهم هم كفار، دول ناس حديثي اسلام، ازاي انا احط واحد فيهم في فهمت ازاي؟ يعني بيعتذر ان هم مش هيحطهم في الست ده، بعدهم خالص. وان وقد عرفت ان رجالا سيطعنون في هذا الامر، واني قاتلتهم بيدي هذه على الاسلام، فان فعلوا، يقصد ابو سفيان بقى وايه وغيره وغيره، ما ابو سفيان زعيم كبير وكان اسلم، طب ليه ما خلاهاش فيه؟ فان فعلوا فاولئك اعداء الله الكفره الضلال، يعني لو خرجوا عن طاعه المسلمين وعملوا لهم كده حزب معارضه يبقى كده ده ايه؟ كفر عملي، كفر عملي مش اعتقادي. واني والله ما ادع بعدي شيئا هو اهم الي من امر الكلاله، ولقد سألت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فما أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بيده أو بإصبعه في صدري أو جنبي، وقال يا عمر تكفيك الآية التي نزلت في الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش، ده بقيت كلام ابن عمر سيدنا عمر بقى، وإني إن أعش أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، يعني يحفظ القرآن ومش حافظه. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإني بعثتهم يعلمون الناس دينهم وسنة نبيهم، ويقسمون فيهم فيئهم ويعدلون عليهم، وما أشكل عليهم يرفعونه إلي. ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم والبصل، لقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا، يعني عشان يقضي على رائحتهم. قال فخطب بها عمر يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء، لأربع ليال بقينا من ذي الحجة، لأن هو مات بعد موسم الحج وهو راجع، قال لهم الرؤية دي، وكان فاضل عن ذي الحجة أربعة أيام ويخلص. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال وأخبرني هشيم عن الحجاج بن أرطاطة عن الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسى أن عمر رضي الله عنهما قال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتعة، ولكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجا. يعني يقول ايه؟ المتعة اللي هو التمتع بالعمرة الى الحج، بيقول هي سنة النبي، لكن انا مش عايز ايه اخلي الناس يعني يعملوها ترخصا مخافة ان يكون نهمهم في شهوة النساء في موسم الحج، والاولى ان يقمعوا هذه الشهوة وقت العبادة. فهمت؟ ده رأي سيدنا عمر تأديبا يعني، وليس تشريعا مخالفة لسنة النبي، يعني هو عايز يأخذ ايه الناس بالعزيمة مش بالرخصة، وكان يرى ان المتعة بالحج الى بالعمرة الى الحج رخصة رخصها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو كان يحب العزائم وكان يرى ان الافراد عزيمة. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو جده، الشك من يزيد، عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الحدث ومسح على خفيه وصلى. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا الأشعري قال شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء، أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وابن حسن
وخالد بن الوليد وعياض، وليس عياض هذا بالذي حدث سماكا. قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه. جاش إلينا الموت يعني قارب أن يجدوا الموت. يبقى هم 30,000 و40,000 قدامهم كام؟ 400,000 و500,000 حاجات يعني. فطلبوا مدد من سيدنا عمر يبعت لهم مدد. إنه قد جاش إلينا الموت. وكلمة جاشة يعني إيه؟ يعني على ظهر. يقول لك جاشة البحر يعني إيه؟ يعني على موجه. يبقى جاشة الموت يعني ظهر الموت. واستمددناه يعني أطلبنا مدد. فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدوني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروه. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم، وقتلناهم 4 فراسخ. قال: وأصبنا أموالا فتشاوروا، فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل رأس 10. قال: وقال أبو عبيدة: من يراهني فقد شاء. فقال: شاب أنا إن لم تغضب. قال: فسبقه، يعني من يسابقني يعني. فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس عربي. سيدنا أبو عبيدة كان كبر في السن، فقول من يراهني يعني سابقني بالفرس، وهو كان قائد الجيوش سيد. فجاء واحد شاب فسبقه برضو سيدنا أبي عبيدة، كان فارس مغوار. وسيدنا عمر عزل خالد وخلى أبو عبيدة إيه هو القائد، مخافة إن الناس تتكل على خالد، لأن خالد كان كل معركة يخش فيها ينتصر. لدرجة يقول لك طالما خالد هو القائد إحنا منتصرين، فخاف إن هما إيه يتخلدوا لخالد بدل ما يتكلوا على الله. فراح إيه عزل سيدنا خالد وجاب لهم أبو عبيدة. فكان عنده نوع من التأديب سيدنا عمر، يحب يأدب الناس يعني. وسيدنا خالد وافق وتحول من القيادة إلى جندي مع سيدنا أبي عبيدة، وسيدنا أبو عبيدة كان جندي مع خالد، فتحول الجندي إلى قائد والقائد إلى جندي. كانوش إيه عندهم حكاية الأنفة والإيه، النبي رباهم أحسن تربيتهم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عيينة عن علي بن زيد قال: قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد الله وعلي جبة خز، نوع من الحرير يعني. فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يعني لا نصيب له في الآخرة يعني. يبقى خلاق نصيب مش أخلاق، تفتكر أخلاق يعني؟ لا، أخلاق غير خلاق. خلاق يعني إيه؟ لا نصيب له. والأخلاق هي السجية وإيه والتصرف. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو أراه عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه 100 من الإبل، 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية. يعني جعل عليه الدية وما اقتصش منه. ليه؟ لأنه شبهة الأبوة مانعة من إيه؟ من إن هو يظن فيه تعمد قتل ابنه. فالأبوة يعني فيها نوع من الحنو وتحتاج للتأديب،
فيمكن يقصد يأدبه فمات منه، وبالتالي ايه قضية العمد مش ايه مش واضحة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نهى ان يكون الفرع سببا في موت الاصل، فابنه ده فرع فازاي اقتل الاصل؟ فهمت بيه؟ فايه فطلب منه الدية، خد منه الدية 100 ناقة، وخدها كمان ايه 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية اسنان الابل. الحقة تبقى 4 سنين وماشية في 5، حقة يعني عروسة يعني يحق للبعير أن يطأها فسميت حقة. و30 جزعة، جزعة يعني إيه 2 سنين وماشية في 3، و40 ثنية تبقى إيه 1 سنة وماشية في إيه في 2. وقال لا يرث القاتل ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. يعني خد منه الدية والمفروض هو يورث ابنه، مش هو قتل ابنه؟ الأب المفروض هو اللي هيورث، طالما ابنه ملوش أولاد الأب ياخد كل الإرث، الأم تاخد التلت والأب ياخد التلتين، ياخد التلت فرضا والتلت ردا، مش كده برضو تعصيبا؟ ده المفروض كده الدية تتقسم كده. فالنبي حرمه من دية ابنه ليه؟ لأنه قتله، لأن القاتل لا يرث. احنا موانع الإرث ايه؟ 3، القتل واختلاف الدين والرق، 3 حاجات تمنع من ايه؟ من الإرث. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء لورثتك. قال ودعا أخا المقتول فأعطاه الإبل. يعني اللي ورث الولد اللي اتقتل مش أبوه، عمه، إدى الدية لعمه. كويس؟ لأنه اعتبروا كلالة، اعتبروا إيه؟ كلالة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله ابن أبي نجيح وعمر بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر فذكر الحديث وقال أخذ عمر من الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية، يبقى كده عملهم إيه 100، إلى بازل عامها كلها خلفة. قال ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه دون أبيه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي رضي الله عنهما إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، لأن سيدنا عمر كان اداهم إدارة إيه ميراث النبي الاثنين مع بعض، فإيه اختلفوا في طريقة الإدارة. سيدنا علي ما يمنعش إيه سائل، كل ما يجي له سائل يدي يدي بالحساب، هو التربية نبوية. سيدنا العباس يقول له لا يا علي اعمل دفاتر ايه مصروفات الداخل والخارج ونتحاسب، تاجر. فهمت ازاي؟ سيدنا العباس كده راجل ايه رجل اعمال، فما تنفعش الحكايه كده يا علي. سيدنا علي لا بيحسب ولا بيعمل، يجي له سائل خد يا ابني خد يا ابني جوز على طول. يجي سيدنا العباس يقول له انا سايب حاجات ايه فين يا علي؟ قال له تصدقت مش تقول لي يا ابني. كل يوم يتخانقوا مع بعض عشان فلما اتخانقوا مع بعض خدوا بعض وراحوا لسيدنا عمر متخانقين. فهمت؟ فقال العباس اقضي بيني وبين هذا الكذا كذا، يعني طب عمه بقى وشيدد عليه شويه، واخد بالك؟ في صحيح مسلم قال اقضي بيني وبين هذا الكاذب الغادر. القاسم مع عمه بقى ومش الواد مش عاجبه تصرفاته
مش هي اللي على مزاجه. اقضي بيني وبين هذا الكذا كذا. فقال الناس افصل بينهما، الناس كانوا الصحابة قاعدين، افصل بينهما، افصل بينهما، حل الاشكال بدل ما ايه يعني يزعلوا كده من بعض. قال لا افصل بينهما، قد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. لو انتم متخانقين مع بعض رجعوا لي انا اللي اديره، ادام انتم مختلفين. فلما لقى سيدنا عمر هياخد الارث كله، العباس قال له خده انت بقى يا علي، السلام عليكم، راح صدق واخد وتنه ماشي. وعن ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابي عروبه عن قتادة عن ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال إن من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة، يعني كل ما تبقى التحطاط أحسن. وعن أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة ابن عمير عن إبراهيم ابن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة. سيدنا أبو موسى الأشعري خد بالك لما حج ومسكش الهدي، النبي قال له تمتع بها إيه، اعملها عمرة وتمتع بالحج، فكان يقول للناس اعملوا العمرة قبل الحج ما يجراش حاجة وتمتعوا بها للحج، كان يفتي هذا. فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم. يبقوا حديث عهد بجماع يعني وشهوة نساء، أنا مش عايزهم كده، أنا عايزهم في وقت الحج متفرغين للذكر، مش كل واحد مشغول مع امرأته ونايم جنبها وبعد كده يصحى لي تاني يوم يقول لبيك اللهم بحج، مش عجبان انا الحجه. عايزهم يبقوا ايه يعني متجردين للذكر، ما يكونوش حديث عهد بشهوه يعني، فهمت؟ عشان كده يقول لك تقتل رسوم يعني من غسل الجنابه يعني. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.